رجعنا لكم تاني ومعانا فاشن ديزاينر متميزه جدا حكايه برضو من حكايات النجاح الخاصه اللي ليها طابع مختلف معانا دينا صادق مصممه ازياء او فاشن ديزاينر طبعا انتوا هتشوفوا شغلها دلوقتي عامل ازاي الاستوديو هيجي وهتشوفوا المناظر يعني بجد شغل رائع متنوع مناسب لكل الناس ولكل الاجسام منوراني حبيبتي ربنا يخليك عامله ايه؟ والله الحمد لله بخير كله تمام قولي لي يا ستي انت وصلتي للمستوى ده ازاي؟ بصي انا انا بقالي 10 سنين في المجال ده يعني اه من وانا عندي 20 سنه فانا بدأت يعني انا اصلا خريجه تجاره انجليش فانا الموضوع ملوش اي علاقه بالفاشون اصلا يعني خلص. انا فتحت الموضوع حاجه تجاريه في الاول بس انا برسم كويس فبديت اجرب. أضل... يعني انت اصلا مش ديزاينر لا لا انا مش دارسه لا لا انا مش دارسه انا خلصت الكليه وفكرت افتح مشروع خاص بس كان مساعدني ان انا كنت برسم حلو بس ما كانش عندي اي خبره ولا في انواع القماش ولا منين اجيب ولا افصل ازاي فبديت ارسم خالص, خالص. خالص. آه. وبديت انزل اروح اماكن اللي بتجيب القماش اسال عن انواع طب الديزاين ده ازاي يتنفس طب ايه الماتيريال اللي تنفع مع القصه الفلانيه طب اسماء القماش وفي نفس الوقت ده حبيت ان انا اتعلم التطريز بقيت اجيب حاجات جاهزه واجرب ان انا ما خدت كورسات لا لا خالص لا لا كده وانا قاعده في الاتيليه كده في اه لوحدي اجرب ها ها لحد ما بعديها بسنه كان فرحي فقررت ان انا هعمل فستان فرحي انا اللي هصممه وانا اللي هنفذه وفعلا عملت الفستان في اسبوعين يعني صممت الديزاين ونزلت جبت الخامات والرسام احنا بنتكلم ان انت كنت عندك 20 سنه 21 بالزبط. سنه عشان الناس ايوه مخليه <applause> <applause> أيوه. بالها <applause> وقلت اول مجازفه هجازفها في التفصيل ان انا مش هاخد اي اوردر قبل ما اعمل حاجه لي انا فكان في فستان فرحي والحمد لله طلع تحفه من بعديها بدا الشغل يجي وبدات الاوردرات تيجي وبدات انا بقى اخد ثقه في نفسي اكتر بدات اعرف خلاص الخامات اعرف ايه اللي مناسب للاجسام ايه القصات الكويسه لكل جسم فالموضوع مشى بعد كده لوحده مع الوقت مع الخبره خلاص بقيت, إيه بقيت ما بقتش حابه ان انا اشتغل في الجاهز يعني انا بعمل كل سنه اثنين كوليكشن مثلا او ثلاثه كوليكشن ممكن اعمل 60 ديزاين في السنه ممكن اعمل 70 ديزاين في السنه حسب الخامات المتوفره في السوق يعني انت حبيها. موجوده في في مكان يعني مول هو كله تقريبا جاهز هو كله, كله جاهز. من نفس المصدر بالظبط وانا يمكن اصغر محل فيهم بس انا يا. علشان حابه فكره التفصيل واغلب الناس كل ما تشوف انت ليه فيكي حاجه مميزه انت عندك حته مميزه وفكره ان انت بتصممي حاجه بذوقك بتبقي ليكي طابع خاص فالزبون بيجيلك على اسمك ما هلبس حاجه محدش لابسها بالضبط فانا الموضوع ده بصراحه كنت حباه من اول ما اشتغلت في المجال ان انا ما حاجه كل الناس عاملاها والحمد لله يعني كمان لما عملت البيج الموضوع سمع اكتر وبدات تجي لي ناس من الاقاليم بدات تجي لي ناس من القاهره yeah. آه على حس ال احنا البيج ده برده لسه معمول لسه مش من قريب لسه بقاله 10 سنين آه لا لا ده بقاله كام شهر يعني بس يعني وصلنا 15000 في كام شهر وانا مش من اللي بعمل اعلانات ولا ماركتنج يعني انا فاشله في الموضوع ده بس مجرد ما بننزل فيديوهات بس للديزاين اللي بيتنفذ بدا الشغل يجي اكتر وانا عندي شغف بالموضوع ده يعني خلاص انا ساعات ابقى نايمه آه يجي ديزاين في دماغي مثلا اقوم بالليل في نص الليل اخش المطبخ ارسمه في ورقه ترخيص واسيبه اه والله اسيبه واقول عشان لما <applause> اصحى الصبح ما انساهوش فالموضوع بقى شاغلني قوي فالحمد لله قدرت اعمل حاجات مختلفه كتير يعني تقول شغل رائع اه أصلاً. الحمد لله يعني دايما اغلب الحاجه بنحاول دايما في كل كوليكشن ان يكون عندنا المحجبة لو واحده بشعرها القصير اه انت بتوفري لي فكره انك تقفلي لي كمان طبعا مش مش يعني بقى بفضل جاودة. الحاجه المحجبه طبعا بفضلها الشغل المتقفل جاهز ما بفضلش فكره البادي أبداً يعني ديزاين من اوله انت بترسميه متقفل بالظبط حتى لما بتيجي اوردر ساعات يعني بتخشي لي كلاينت تقول لي انا مثلا انا تايهه يعني نفسي اعمل حاجه حلوه مش انا إيه؟ ما بعرفش يعني انا فصلت كذا مره والحاجه طلعت اللي بلاقيها قلقانه دي باخدها بالراحه وبرسم لها الديزاين الاول على ورقه ساعات الناس بتستوعب الموضوع ساعات ناس تقول لا يعني انت توريني ديزاين مرسوم على دي ورقه جديده دي اه, آه لا برسم لها الديزاين على ورقه وفهمت الفكره معايا خلاص ببتدي اوريها عينات للماتيريال اللي هنستخدمها وللالوان وللخامات في واحده بتقول انا مش قادره افهم من الصوره ابتدي اقيسها حاجه من عندي شبيهه للفكره اللي انا بحاول اوصلها آه القصه مثلا والحته اللي من فوق شكلها أيوه. بم. لحد ما هي نفسيا ترتاح النقطة الثانية إن أنا شغلي هنا كله قايم على الباترون، أنا ما بشتغلش على على قماش على طول، يعني أنا بشوف إنه الخياطة مش بس إن أنا أجيب قماش وأقصه وأقفل على مكانه الموضوع لا. فيه ثلاث أه. أبعاد، لازم يكون عندك فن وسنس يكون ذوقك حلو في إنك ترسمي ديزاين حلو وتقدري تختاري للجسم المناسب الديزاين المناسب. النقطة الثانية إنك يكون بقى الباترونيست بتاعك بيرفكت عشان كده انا في الفتره الاخرانيه بقى كورس باترون علشان ارسم بقى كمان باتروناتي بايدي يعني انت عايزه أكمل... بقى خلاص تدخلي انت كمان اللي تفصلي بايدك بالظبط نفسي جدا في اعمل دانية. الموضوع ده ان انا يعني من اي تو زد اعمل الفستان من اوله لاخره فالتقفيل بالنسبه لي بقى هو اقل حاجه لانه يعني اخر خطوه خلاص لو انت رسمة باترون صح ومختاره ماتيريال شيك وقيمه ومظبوطه على الجسم هتقدري تطلعي فستان فينش بتاعه ممتاز فدايما حتى اغلب الكلاينت عندنا بيقولوا الشغل عندك كانه جاهز لانه التقفيل بره وجوه بيبقى متكلف زي وبيبقى زي زي يعني في ناس في التفصيل تقول مش مشكله من جوه الفستان مهم مش من بره يكون شكله شيك لا انا بشوف انه لازم الدرس من جوه يكون الفينش مظبوط ما يكونش السرفله والحاجات بتاعه الفينش كده قصه البنس والكتاف تكون مريحه الكلاينت ال ال لما بتبقى لابسه فستان سواري مرتاحه بيبان ان هو احلى وهي بتحس بالظبط فالموضوع بره وجوه مش بس ان انا اجيب خامه من بره شيك وخلاص واقول هو كده الفستان هيبقى حلو طيب احنا بس عايزين نتكلم على الديزاينز بتاعتك دي اه اولا الفستان الاسود ده واهمني من اول ما ده شفته يعني هو في الحقيقه ده. كمان رائع وبعدين مناسب ده. ان انا اروح بيه اي حاجه يعني مش شرط مش شرط اخت العروسه ولا اخت العريس ممكن اي حد لانه ناعم والاسود انا بشوفه ملك الالوان يعني هو ده دي دي قماشه ايه دي كريب كريب اه هنا اشتغلنا على الكريب المطفي وطعم أه بالسيرمال الجبير السيرمال في دهبي ده هاند ده ده. ميد ده ولا اه هاند أه ميد كله هاند ميد بيتقص وبيتلقط كله على الفستان يدوي آه فانا بشوف ان الاسود من الالوان اللي ما بتروحش على طول انت بتحبي الاسود لسه كنت بتقولي انا انا, أنا عايزه اقعد البس اسود اه انا بحب الاسود جدا جدا وبشوفه بيليق لكل الاجسام مش معنى ان انا جسمي صغير ما البسي اسود ممكن تقدري تحطي تاتش بلون يكسر لك الاسود ويدي شياكه وقيه يعني زي ده مثلا زى ده زى انك تعملى دانتيل وتحطى تحتيه ضى لمعة جولد او احمر او اى لون فاقع مع اللمعه للرفيعين بتدي اه بتدي, بتدي, بتدي حلو جدا اه. وبتملى الجسم اكتر وفي نفس الوقت تبقي انت محافظه ان انت لابسه الفستان الاسود برضو اه. فانا شايفه انه ده برضو ملائم لكذا جسم وملائم لاي مناسبه يعني مناسبة هي اصلا احنا كنا بنتكلم لسه ان بيبقى في ضيق ونازل اه على واسع وفي واسع قوي وفي مش عارفه ايه فدي الاصل دي ده 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 الميرميد ده مناسب للوسط وللرفيع لكن مش مناسب للمليانه يعني لو واحده هيبحل. عندها هانش جامد او مش هيبقى ملائم لانه كل ما نزلتي اكتر كل ما بينتي مسخد الفخذ اقل كل ده فتبرزي الهانش اكتر فده مناسب اكتر وسط ورفيع لو حب واحده حابه نفس الديزاين وبس مليانه شويه بنرفع لها التايبست لفوق سنه بدل ما يبقى مثلا 40 سم بنخليه 30 بحيث انه ما نبرزش الفخذ قوي معاها حلو قوي تمام الفستان بقى اللي بعده اللي زهري ده فظيع كله طول مطرز ودلوقتي وطالع موضه قوي شغل ريش طالع موضه جدا جدا أوه. رائع ده ملائم لكل الاجسام رفيعه مليانه وده برده على فكره هي مش القماشه كده يعني احنا مفرغينها وموزعينها بحيث ان احنا ما نقصش اه مش, مش, من... مش كده مش مشتريينها بالديزاين ده لا 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 احنا مفرغينها وموزعينها بحيث ان انت القماش المطرز ما ينفعش تحطي فيه مقص هتلاقي كل الخرز اللي فيه نزل آه. فلازم يكون ليه مقص معين بحيث ان الفينش تحافظي على الخامه وفي نفس الوقت انه يكون الفينش بتاعه مش باين ان انت آه آه لضمه الابره آه بتاعه آه آه الخيط فده يعني يبدو سامبل بس عمايله صعبه عمايله حاجات الهاند ميد بالذات. يعني انت ممكن اصلا تخليه كله بالعرض لجسم ممكن معين ممكن يبقى كله لجسم معين بالظبط يعني على حسب اللي انت عايزه تصمميه ايه دايما اغلب يعني لا تمشي عرض ولا تمشي طول افضل حاجه انك تمشي ورد لانه العرض لو عملتي حاجه بالعرض هتبينك أعرض لو عملتي حاجه طوليه هتبينك ارفع لكن الورب دايما بيتوه شكل الجسم فافضل حاجه لما يكون في حاجه السيمتريه بتاعتها عشوائيه انك تعمليها ورب او تعملي عشوائي لو هي حاجه طبعا مش منتظمه يعني ده, ده مناسب مثلا لمين اخت العريس مثلا اه مناسب العنوصة. وعلى فكره لو واحده عامله خطوبه في البيت مثلا وحابه تلبس حاجه سيمبل. اه ممكن جدا تلبس حاجه كده في ناس بيبقى عامله مناسبات ريسبشن صغير فمش عايزه تلبس حاجه منفوشه وجسمها مش ملائم للمنفوش فممكن حاجه او تبقى شيك قوي اه أو كانت بكتاب او حاجه بالظبط هو اصلا ايه الموضه دلوقتي في الالوان وفي الماتيريال بصي احنا على الربيع فاحنا الزهري السنه دي هيبقى يعني احنا بقى كذا سنه نفسنا نلاقي حاجه زهري ما كانش موجود في السوق ده حقيقي اه ده مثلا من 8 سنين كان موجود بقى كذا سنه بالظبط السنه دي الازرق هينزل قوي ونازل المانتو والبيبي بلو من السنه اللي فاتت ومكمل رغم ان انا ما بحبهوش لانه بحسه بيقيد انا بحب الازرق قوي الزهري بحسه بيليق على كل الالوان وعلى كل الاجسام ففرحت ان هو نزل ثاني السيزون ده نازل معانا الاحمر هينزل كمان السنه دي قوي يعني الاحمر الأح الاحمر الصارخ هينزل برده السنه دي قوي آه وفي لون المستار ده نازل جدا بس مش كل الناس بتح دا. بتحبه مم. في السوري يعني هو بينزل في الكاجوال اكتر بس يعني جريء ان انت تلبسيه سوري الا لو حاجه سامبل كده اتعملت من اللون بس وطعنتيها بالاسود هتبقى لطيفه جدا أو. فهميك. لكن ما حبذوش في تطريز بالنسبه فهميك. للمستار دا. طيب اللي بعده ده 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 برضه خطوبه ده خطوبه اكتر اه أو وينفع قوي ممكن اخت العروسه اخت العريس او اخت لو عايزين يلبسوا حاجه ملفته قوي بس في الاغلب بيمشي اكتر للخطوبات لانه دلوقتي ما بقاش موضه الحاجات اللي فيها السير والسلك والحاجات الواقفه دي ما بقتش موضه قوي شغل الجوميهات طبعا هو اللي نازل دلوقتي فده ملائم قوي قوي لو ريسبشن او لخطوبه برضو حلو جدا ده طبعا مناسب لكل الاجسام اه اه ده ما فيش فيه اي مشكله يعني لان ده على جوميه فتقدري ممكن تزودي طبقات الجوميه وتنفشيه اكتر لو احنا عندنا أوه. لو واحدة حابة ان هو يكون نازل مهدل اه دي بيبقى مناسب معاها. النبيتي ال ال ده مامة عريس اه ده عروسة. ده إيه حلو فيه انه متقفل كامل مش هيحتاج بادي مش هيحتاج اي حاجة من تحتي لانه مش كل الناس بتحب فكرة البادي من تحت فبرده ملائم جدا لو واحدة حتى لو مش هنقول يعني لو اخت العريس او اخت العروسة بس حابين يلبسوا حاجة مقفولة سنها كبير مثلا أوه. في الثلاثينات في الاربعينات هيبقى لطيف معاها. ده كله هاند ميد ده كله لا ده بايت ما نقوش هي القماشة بتجي لنا واحنا بنفرغها وبنوزعها على ال... على طب الديزاين ده او القصه دي نفس القصه دي, دي صح نفس قصه اه ده ميرميد وده ميرميد ده برده مناسب لاكسام ده برده مناسب للوسط والرفاهيه اه اه مناسب الكيرفي اسمها اه؟ الكيرفي. للكيرفي اسمها الكيرفي اه نقدر نقول الكيرفي مناسب قوي تمام ايه من هنا مناسب للمليانه بصي هقول لك على حاجه المليانه انا انا مش من انصار ان انا اقول المليانه تلبس كذا ورفيعه تلبس كذا انا بقول انه الماتيريال عليها عامل يعني ساعات بتجيلي كلاينت مليانه نفسها تلبس فستان واسع اصل قالوا لي الواسع هيتخني لا لو انت اخترتي ماتيريال صح تقدري تنفذي منه حاجه واسع ويبقى مناسب جديدة لبسك. دي معروف ان اصل التفاحه بتلبس كذا وجسم الكميت كذا انا وجهه نظري انه إيه يعني هي مش قانون انا ممكن اعمل لك فستان بالشيفون شيفون قماشه طريه إيه مهدله فاقدر اعمل لك منها فستان واسع ويبقى مهدل على جسمك يديني وسع من تحت بس مش بوقفان مبقاش عامله زي المثلث فبالتالي أوه. الشيفونات من القماشات اللي بتبقى ملائمه جدا للجسم المليان تقدري تعملي منها كلوش او دوبل كلوش حتى لو عملتيها بفرونس هتطلع لطيفه جدا لطالما انها مهدله مش واقفه لكن مثلا رفيعة ارجح لها التل ارجح لها الجوميهات اللي هي القماشه الواقفه اللي تبينها زي الباربي بيبقى لطيف معاها القماشات الناشفه لكن نقطه ان انا اقول دي ما تلبس كذا يعني حتى المكسم في واحده تقول انا رفيعه مش هقدر لا ما ينفعش تلبسي حاجه بيبقى في دروب هي مش واخده بالها منه اه يعني هي وجهه النظر ان انا ما ينفعش البس مكسم عشان انا رفيعه لا تقدري تلبسي ده لو انت عارفه سيمتريه جسمك او الديزاينر اللي معاكي عارف ازاي يبرز فهمت. الحاجات الحلوه اللي في جسمك آه آه لكن ما جيش مثلا البسك فستان سك حته واحده واقول هتبقي فيه حلو لا ده عايز كيرفي اكتر لكن اقدر اعمل لك حاجه ميرميد بطول ضيق معين فيظبط الهانش معايا تمام الفستان ده تحفه جدا ده برده انت ده نفس الديزاين اللي انت كان فيه صور ليه آه وهو آه بالظبط اه اللي انا كنت لابساه الجامب اللي كنت عاملاه نفس الفكره انا عملته بس تاني كان على سوت على بنطلون بس لما جيت نفذته تاني لانه الطلب بعد ما نزلته ففكرت اعمله على جيب عشان يبقى ملائم اكتر لاغلب الاجسام لانه مش كل الاجسام بتليق للاسف في سوت أو البنطلون ففكرنا نعمله نفس فكرة وبرده الاكستنشن بتاعه منفصل تقدري تشيليه وتحطيه لو انت عايزه تغير شكله ممكن تجيبيه من قدام ممكن تجيبيه من الجنب فمناسب قوي ده للاجسام الوسط والمليانه لو واحده عندها جناب وعايزه تدريها اه لو واحده رفيعه وعايزه تبان امله ممكن تجيبه من قدام بحيث يبقى وازود مثلا تزود الجناب مش محتاج هو لو لف على الجناب شويه خلاص هيديني ده لها لكن ده مناسب ليه لو انا مليانه عندي جناب آه آه بالطريقه دي هو مش لم هيبين الدنيا خالص لانه هياكل من عرض الجناب فهيبرز لك انه الفستان نازل على واسع بمساحه معقوله وبارز جزء من الستان انه باين ان الفستان فيه تجسيمه معقوله غير لما يكون كله مفتوح فانا بينت جنابي كلها لو انا فاتحه آه الاكستنشن آه. من اليمين للشمال ففكره التلت وتلتين في الحاله دي بتبقى ناجحه قوي. احنا طبعا معانا الصور بتاعت شغلك صور فظيعه وفي صغير كمان صغير. صور اطفال هنتكلم عليها <applause> أيوة. بس قولي لي هو في موده الاكستنشن؟ يعني كان في موده مش عارفه عامله ازاي ودلوقتي بقت ازاي ولا لا؟ المودة في الاكستنشن اول ما نزل كان نازل في الخامات الخفيفه زي الطول زي الشيفونات زي الاورجانزا بعد كده بدا يتطور لما بدا ينزل الجوميهات نزل بدا ينزل الاكستنشن اللي بالجوميل هو الناشف الواقف كان الاول بينزل في الخطوبه بس بعد كده بدا ينزل اكتر في السواريه فانا إنه اكستنشن فكرته حلوه بالذات لو هتعمليه منفصل انه فينا واحد تقول انا مش حابه يعني عاجبني الديزاين مش عايزه اكستنشن فبيبقى فكره لطيفه تقول انا ممكن البسه أتصور واقلع الاكستنشن واتحرك او انا مش عايزه اعمل فستانين واعمل اثنين فتقدري تعملي شكلين في نفس الديزاين وفي نفس, الديزاين وفي نفس الوقت تاخدي طله الفستان بالاكستنشن وتقلعيه بعد كده تتحركي من غيره ويبقى خدتي الطلتين هو مين اللي بيحدد الباكيج يعني انا اللي باجي اقول لك انا معايا كذا لا بصي انا مثلا لما برسم ديزاين او لو حاجه من عندي او حتى لو الكلاينت الصوره وريها وعايزه تنفذها بحدد التكلفه بتاعتي وببلغها بيها لو التكلفه مناسبه معاها بنشتغل طب لو التكلفه عاليه عليها وحبت تقلل المبلغ شويه في الحاله دي بحاول اقلل من الخامات الداخليه في الفستان يعني سي مثلا ما احط الطانه مثلا من الغاليه قوي احط الطانه ارخص لكن ما اقدرش اقصر على الخامه الخارجيه بتاعه الديزاين فساعات تقول لي لا انا عايزه مثلا نص المبلغ ده في الحاله دي هي كده بتظلم نفسها وبتظلمني لانه الديزاين هيطلع وحش في وشي ففي الحاله دي بعتذر عن الفستان لكن اقدر ان انا انزل معاها لحدود معينه لو مش هيضر لي او حاجه هاند ميد اعملها تطبيق اه فممكن م. مثلا لو حاجه هاند ميد هتكلفني قوي اديها بديل بالاستراسه ديها بديل لي بالكريستال بحاجة تكون تكلفتها أقل شوية بس بحيث انها ما تضربيش الديزاين بتاعي برضو اللي انا رسمته لك فهمتك شغلك حلو جدا ده طبعا من الكوليكشن الجديد ان شاء الله بتاع السنه دي اه الكوليكشن اللي احنا كنا بادئين فيه من شهر واحد ده جه موضوع الكورونا وقفنا ما عرفناش نعرضه حاجه توقف بالظبط انا لا انا كملت في المصنع والله يعني هو ده جزء منه ده لسه في جزء تاني كبير في في المصنع قلت على العيد بحيث يبقى الشغل إن شاء الله. كله جاهز بإذن الله. يعني ما نوقف لانه ربنا ييسر وإن شاء الله وتكون الناس كمان خدت اكسبيرينس وبدات تجمع افكار للي عندها افراح شاء إن, شاء ربي ربي ان شاء الله الناس كلها تفرح باذن الله يا رب باذن الله ان شاء الله نورتيني حبيبتي ربنا مبسوطه انك كنت معايا جدا الديزاينز حلوه جدا وانتي حلوه جدا وهي خليكي اصلا جسمها موديل خالص يعني آه <applause> فلاقي عليها كل الفساتين إن, ان شاء الله نكون مع بعض في الكوليكشن الشتوي وبقيه الكوليكشن كمان يا رب دايما في نجاح ويا رب دايما حكايه نجاح كده منوره الدنيا اشكركم طبعا للاسف الحلقه خلصت زي كل حلقه بتخلص بسرعه جدا اشوفكم الخميس الجاي ان شاء الله حكايه نجاح مع كريستينا جمال